السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم إلى النشرة الرئيسية. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام. نشرة اليوم لا تحتاج إلى عناوين، فالسوريون هم العنوان والخبر. إقبال كثيف فاق التوقعات منذ الساعة السابعة صباحا. أقبل السوريون للمشاركة في استحقاق الحق والواجب في وطن اختاروه، فكانوا له أوفياء ليحيوا به أعزاء، فكان إقبالهم طوفانا بشريا أو يزيد. هو تسونامي بعيدا عن المبالغات، قلب المعادلات وغير الموازين البشرية منها والعسكرية، لطالما كان أحد طرفيها شعب صامد وصمد بما يفوق الصمود، وجيش استبسل بما يفوق البسالة لدحر إرهاب دخيل وأعداء متدخلين حاولوا عبثا نشر ثقافة قطع الرؤوس وأكل الأكباد. ولكن هيهات هيهات، فهنا سوريا موطئ الحضارات ومهد الديانات. اجتمع الأصدقاء الأعداء، ما اجتمعوا وخططوا ما خططوا، ونفذوا من عدوانهم ما نفذوا، ليس لهم إلا الفشل مصيرا وساء مصيرا، وليس لمرتزقتهم واللاهثين خلف أموالهم إلا الهزيمة شر هزيمة. فالكلمة الفصل قالها السوريون عبر صناديق الديمقراطية التي ارتضوا: نحن أصحاب الحق في تقرير مصيرنا، شاء من شاء وأبى من أبى. فمن فاء فله من حضن الوطن نصيب، ومن أبى وتعنت فباء بقضاء قدره له الجيش العربي السوري حامي الديار والأجيال. أما لبوس الشرعية الملون بثوب حرباء والمفصل على مقاس المتآمرين فلا يقي من حر صيف ولا قر شتاء، ولن يغير في نتيجة الانتخابات الرئاسية والمرحلة التي سترسم ملامحها قيد أنملة، لأن السوريين لن يستظلوا إلا بظل وطن هم من يرسموا مستقبله. ونتيجة للإقبال الكثيف على مراكز الانتخاب الذي فاق كل التوقعات، قررت اللجنة القضائية العليا للانتخابات تمديد فترة الانتخابات لخمس ساعات إضافية على أن تنتهي الساعة 12 من منتصف الليلة. وتم افتتاح 700 صندوق اقتراع إضافي في مدينة دمشق، كما افتتح 150 صندوق إضافي بمدينة حلب وثماني صناديق إضافية في مركز جديدة يابوس الحدود بريف دمشق و60 صندوق اقتراع في حما. كما تم تزويد مراكز في دير الزور بأكثر من 50 صندوقا انتخابيا. هذا وقالت اللجنة إنها لم تلاحظ وجود أي خروقات أو مخالفات في سير العملية الانتخابية. المرشح لمنصب رئيس الجمهورية الدكتور حسان النوري أدلى بصوته في المركز الانتخابي بفندق شيراتون دمشق، مؤكدا أن العملية الانتخابية التي تشهدها سوريا ديمقراطية وشفافة.
اليوم نحن في سوريا بدأنا مرحلة جديدة من مرحلة الانتصار الحقيقي على هذا الإرهاب وعلى هذه الحرب الكونية. نعم، لقد انتصرت سوريا بإرادة شعبها وجيشها العظيم، وأنا كمرشح لرئاسة الجمهورية وانتخبت نفسي بالطبع أقر بأن لولا صمود هذا الشعب العظيم وهذا الجيش البطل لما وجدنا هذا اليوم الذي نحن الآن بينكم ننتخب رئيسا لهذا الوطن بإرادة الشعب وبقوة الشعب. أنا من حلب وعايشين باللادية، ونحن سوريين أحرار من يوم يومنا، في أي بلد في أي محافظة في أي مكان حرية الرأي مباحة. الدكتور بشار الأسد المرشح لمنصب رئيس الجمهورية والسيدة أسماء الأسد أدليا بصوتهما في الانتخابات الرئاسية في مركز مدرسة الشهيد نعيم معصراني في حي المالكي بدمشق. المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية ماهر حجار أدلى بصوته في مجلس الشعب، وأكد أن الانتخابات رسالة لكل من يريد سفك الدم السوري وتخريب وتدمير سوريا. اليوم هو يوم مفصلي في تاريخ الدولة السورية. منذ أكثر من ثلاث سنوات كل من يريد أن يسفك الدم السوري، كل من يريد أن يخرب ويدمر سوريا، كل هؤلاء كانوا يتحدثون باسم الشعب السوري. اليوم الشعب السوري يقول كلمته، اليوم الشعب السوري يقول لكل هؤلاء كفى، نحن أصحاب الصوت الحقيقي، نحن من نريد أن نتحدث باسمنا، لن نسمح لأحد بأن يكون وصيا علينا. نائب رئيس الجمهورية الدكتور نجاح العطار أكدت أن المواطنين السوريين وبالرغم من المآسي التي أراد الأعداء إرهاق سوريا بها أبوا إلا أن يتوجهوا اليوم إلى مراكز الاقتراع مجسدين الإرادة الصلبة والعزيمة والإيمان الكبير بوطنهم وقيادتهم وجيشهم. ووصفت العطار في تصريح للصحفيين عقب الإدلاء بصوتها في انتخابات رئاسة الجمهورية هذا اليوم باليوم المشهود، وأنه إعلان لحقيقة الشعب السوري، مبينة أن الديمقراطية تحيا في صفوف أبناء سوريا رغم كل الادعاءات والافتراءات. الشعب الذي يأتي إلى مراكز الاقتراع اليوم يجسد إرادة صلبة وعزيمة منضفرة وإيمانا كبيرا كبيرا ووثوقية بوطنه، برئيسه، بجيشه، بكل إخوانه المواطنين في هذا البلد الشامخ العزيز علينا جميعا، بالرغم من المآسي التي أرادوا
أن يغرقونا بها. إذن يعني هذا اليوم يوم جميل جدا مهما أسميته، ديمقراطية أو غير ديمقراطية، الديمقراطية كانت تحيا في صفوف شعبنا بالرغم من كل الادعاءات والافتراءات والمغالطات. وتسابق السوريون إلى صناديق الاقتراع تأكيدا على التمسك المطلق بمنطق الدولة كخيار وحيد لرسم مستقبل الوطن. جسر التعددية في سوريا غص عن آخره. 3 حزيران يوم مضى فيه السوريون إلى صندوق الاقتراع وحملوا آمالهم معهم. رسم السوريون لوحة الانتصار على الإرهاب، وفي كل ساحات الوطن كان الصوت عاليا. حلب التي حاول الإرهاب إسكات صوتها طلبت 150 صندوقا إضافيا، ولأن سوريا الوطن الأغلى تسابقوا إلى صناديق الاقتراع منذ ساعات الفجر الأولى. طمنونا كيف الأمور عم تصير؟ الأمور الحمد لله على أكمل وجه، والأمور تمام تمام، والشعب كله جاي قلبه قبل إجريه وإرادته قبل كل شيء. هذه التجربة الديمقراطية ستثبت للعالم أن الشعب السوري هو الذي يقرر وهو الذي يختار رئيسا مناسبا للجمهورية العربية السورية وطنيا قوميا. إن شاء الله بركي المستقبل بصير وضعنا أحسن. منعطف كبير جدا في سوريا الحديثة حتى ننطلق في بناء سوريا من جديد. هذا عرس وطني بالنسبة لسوريا، ومنتمنى إن شاء الله من الرئيس القادم أن يحافظ على هذا البلد وعلى قومية هذا البلد وعلى عروبة هذا البلد. حقي الدستوري هذا أنه أنتخب، بدي أختار الرئيس اللي يناسبني لحقق الأمان والاستقرار لبلدي. انتصار للإرادة السورية، هذا يوم وطني بامتياز، درس من دروس الديمقراطية تعطيها اليوم سوريا لكل من يدعي الديمقراطية. مستقبل الوطن منوط برأي أبنائه، فهم نشأوا فيه وهم مسؤولون عنه. 3 سنين مرينا بأزمة، رح نضل إن شاء الله طول العمر ندافع عن وطننا الغالي. وكذلك المشهد تكرر في حمص، وبلسان واحد أكد أبناؤها أن خيارهم هو من يعبر بسوريا إلى بر الأمان ويلبي تطلعاتها ويفهم معاناة شعبها. كل مواطن ما يمارس حقه الانتخابي. طلعنا من الساعة 6:30 وجينا على صناديق الاقتراع، ما في أي شيء، الحياة طبيعية طبيعية. وأنا كل مواطن بيطلع بيشوف الشوارع، بيشوف الحياة، بيشوف حمص، حياة طبيعية جدا. وكل إنسان مواطن غادر حمص أنا بدعيه يرجع إلى جاي انتخب من أجل سوريا الوطن، من أجل الشعب، من أجل الأمة العربية كلياتها، من أجل تحرير الجولان. بوصل أنه مهما عملوا، مهما يعني شو ما عملوا، ما رح نحن منتصرين بإذن الله. طيب شو بتطلب من الرئيس الجديد اللي بدك تنتخبيه؟ الأمن والأمان والاستقرار للبلد كلياتها إن شاء الله. بيعنيني الأمان، بيعنيني الحرية، بيعنيني الاستقرار. نحن نختار الرئيس اللي بيحقق لنا الأمن والأمان، بيحقق لنا النمو الاقتصادي، بيحقق لنا متطلبات الشباب. ونتمنى من الرئيس القادم انه يخرج بسوريا من هالأزمة هاي. أدليت بصوتي، صوتك حريتك. يعني الإنسان واجب عليه الانتخاب. ومجرد وصولنا لصناديق الاقتراع بعد 3 سنوات من الحرب على سوريا هو بحد ذاته انتصار. محافظة حماة أيضا قالت إن صوتها كان وسيبقى صوتا حرا، ولن تمنعهم تهديدات الإرهابيين من التعبير عنه وإعلائه. والله بنصحكم، الأم سوريا الأم، والله ارجعوا لحضن وطنكم. كل مواطن سوري ما بيأدلي بصوته وما بيشارك بالانتخاب هذا بيكون مو سوري. على كل مواطن سوري يلاقي بصوته الانتخابي بكل حرية. ومن محافظة إدلب كان الإصرار على المشاركة في الانتخابات تأكيدا على التمسك المطلق بمنطق الدولة. هذا الموضوع قرار بإيد الشعب قبل ما يكون قرار بأي دولة في العالم. أول شيء منقول سوا منعمرها، وسوا منحميها، وسوا للمحبة، وسوا للمستقبل، وسوا للأمن والأمان، وسوا لمستقبل هالبلد. أبناء محافظة اللاذقية تشاركوا المراكز الانتخابية مع أبناء المحافظات الأخرى ممن هجرهم الإرهاب إليها، وفيها تجسد المشهد المؤكد لوحدة الشعب السوري وتلاحمه. اليوم هو الخيار السوري، خيار الشعب السوري ضد الإرهاب. هذا الاستحقاق الذي يعتبر هو واجب مقدس، وعلى كل مواطن أن يمارسه ليساهم في صنع مستقبل سوريا. انتخابات استحقاق واجب وطني على كل مواطن سوري بأي مكان كان. نحن من محافظة الرقة جايين نقوم بواجبنا الوطني، ونقول وننتخب قائد لسوريا وقائد للأمة العربية كلياتها. كل صوت في صندوق انتخابي هو رصاصة
في صدر أعداء سوريا. ولم يختلف المشهد في طرطوس عنه في اللاذقية، أبناء المحافظة والوافدين إليها أقبلوا بكثافة إلى مراكز الاقتراع لتكون الرسالة بأن الإرهاب لا يخيف السوريين. نجاح الاستحقاق هو ضرب كبير للإرهاب. نحن جايين لهون لحتى ننتخب، لأنه الانتخاب هو حق واجب علينا وعلى كل مواطن بيعيش بهيدي البلد. نحن جايين لهون اليوم إنه هيدا حق لنا، حق لنا هيدا الانتخابات ودافع وطني كمان. جينا ننتخب الرئيس اللي بده يرجع لنا الأمان ويكون في القوة ليستلم هالبلد ويرجع الأمان مثل ما كنا بالأول. صوت السوري هو رصاصة بوجه المتآمرين على سوريا، وإرادتنا أقوى من الرصاص، ومهما تآمروا على سوريا رح نعبر عن إرادتنا مهما فجر ومهما قتل. كل صوت بالانتخابات هو طلقة بتتوجه للصدور الإرهابية. وفي دير الزور والحسكة وصل صوت المواطنين السوريين إلى بقية المحافظات. الإقبال الكثيف على الاقتراع كان خير دليل على تمسك السوريين بثوابتهم الوطنية. هي عملية فرح، جايين حتى بنعبر عن فرحنا. رسالة كل الشعب السوري أنه بهالديمقراطية بهالحرية يدوا بصوتهم الشخص اللي يناسب لهم والشخص اللي يريدوهن. جايين كمواطنين سوريين كجين ندلي بأصواتنا أنه نختار رئيس حتى ينهض بدولتنا وتضل اسمها بالأعالي موجود. وهكذا أراد السوريون إيصال رسالتهم لكل دول العالم، وفيها تبين أنهم سادة أنفسهم وهم أصحاب الحق الحصري بتقرير مصيرهم. أنا من حلب وراح شارك الانتخابات الرئاسية القادمة لكي نبني سوريا من جديد، سوريا مثل ما كانت، أنا وكل رفقاتي. رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام أدلى بصوته داخل المركز الانتخابي في مجلس الشعب، بينما اطلع الدكتور علاء الدين بروجردي رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيرانية ورئيس جمعية الصداقة السورية الإيرانية، طلع على سير العملية الانتخابية. رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام أكد أن الانتخابات الرئاسية هي حجر أساس في مرحلة البناء وإعادة الإعمار ومواجهة الإرهاب، ورسالة قوية إلى أعداء سوريا. المواطن تحمل الكثير، ولكنه بصوته اليوم الذي سيضعه في صناديق الاقتراع سيكون بمثابة إغلاق لفوهرتي بندقية، غرسة زيتون يصنع قلما ودفتر. المواطن السوري سيعبر وسيختار رئيسه الذي يجده ممثلا وجديرا بأن يكون رئيسا للجمهورية في هذه المرحلة الحرجة. الدكتور علاء الدين بروجردي رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني اطلع والوفد المرافق له على سير العملية الانتخابية في مجلس الشعب، حيث أكد أن هذه الانتخابات ستكون ردا قويا على الولايات المتحدة وحلفائها الذين يخشون إرادة الشعب السوري الصلبة. نبارك الشعب السوري بهذه الخطوة المباركة الهامة في الساحة السياسية في المنطقة، ولا يمكن للأمريكيين أن يهددون سوريا، لأن الشعب واقف تجاه الرئيس الجمهورية المنتخب من قبل الشعب السوري، ولا يسمحون بأي تدخل أجنبي بشؤون سوريا. أقبل جبين الشعب السوري العظيم حقيقة الذي أدرك فحوى اللعبة بالكامل، والذي قرر أن يخرج رغم كل الصعاب والأوجاع، أن يذهب إلى صناديق الاقتراع ليرسم مستقبله. نحن في لبنان الشقيق نقول لكم مارسوا حقكم الديمقراطي في العملية السياسية، نحن لسوريا ولقائدها دين في رقابنا. المركز الانتخابي في مجلس الشعب شهد إقبالا واسعا منذ ساعات الصباح الأولى. شعبنا في تاريخنا قتل التنانين تنينا أراكني، واليوم التنين المتعدد الرؤوس والأذناب يتلقى ضربة قاضية بإرادة الشعب، بوقفة العز التي يقفها شعبنا.
بصموده وصراعه، وأكد أننا لسنا نعاجا إذا هزمنا بل أسودا. إن شاء الله الله هيك يحمي هالبلد ويحمي رئيسنا. هذا يوم كتير عظيم، وكتير نحن جينا من مكان بعيد مشان ننتخب، وهذا اليوم أعظم يوم عندنا بتاريخ العربي السوري. نحن اليوم جينا لحتى نختاره نحن بإيدنا، ونحن كتير بنحبه، والله يحمي سوريا ويحمي جيشها. شاركت كرمال أمي سوريا وكرمال نواجهه أنه هالمؤامرة الكبرى نحن أسقطناها بإرادة الله ورسوله. تحتضن هذه الصناديق خيارات الشعب السوري لتكتمل لوحة الوطن، وطن يريد له أبناءه قائدا يعيد له أمنه وأمانه ويحفظ سيادته واستقراره. بلال معروف، التلفزيون العربي السوري، مجلس الشعب. وإلى مطار دمشق الدولي وصل صباح اليوم وفد من الجالية السورية في دولة الكويت للمشاركة بالاستحقاق الدستوري على متن 3 طائرات تابعة لمؤسسة طيران العربية السورية، وذلك بتنسيق وتسهيل من وزارة الخارجية والمتربين. وأوضحت شغف كيالي مديرة إدارة المتربين في الوزارة أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللوجستية لتأمين قدوم الوفد، بعد أن بادرت الجالية السورية برئاسة الدكتور دانيال بولوس إلى التعبير عن رغبتها في الحضور إلى سوريا لممارسة حقها وواجبها الدستوري في انتخابات رئيس الجمهورية نتيجة إغلاق السفارة السورية في الكويت، لافتة إلى أن عملية التصويت تصويت القادمين من أبناء الجالية في الكويت تمت في مركز مطار دمشق الانتخابي لكونهم سيعودون إلى الكويت اليوم. مطار دمشق الدولي الذي ينبض بالحياة بعودة أبنائه السوريين من بلاد المغترب للمشاركة بالاحتفال الوطني والعرس الوطني بالاستحقاق الانتخابي الذي أقره الدستور المقر عام 2012، والذي فتح الباب أمام العمل السياسي التعددي والحراك المدني. يعني مشاهدينا، الآن وصلت الطائرة الأولى إلى مطار دمشق الدولي، هناك عدة جاليات قدمت من عدة دول للمشاركة في هذا الاحتفال الوطني. أتينا من دولة الكويت لندلي بصوتنا، لنقول نعم، نعم لسوريا، نعم للجيش العربي السوري. منعونا بالتصويت برا، حتى لو عملوا أي شيء نحن مصرين ومصممين إنه ننتخب الوطن، الوطن السوري، السيادة السورية، الشرف، الكرامة، الشهامة. نحن منعنا من التصويت في الدولة التي نقيم بها، لا نعرف لماذا، ولكن جئت إلى بلدي، إلى وطني، إلى تراب بلدي لأدلي بصوتي. احنا قدمنا لنبوس تراب سوريا، احنا قدمنا لندلي بصواتنا واصوات اجيالنا والسورية الحبيبة، والله يحفظ سوريا. حتى لو كان بالغربة صعب ننتخب لاي سبب من الاسباب، بساعتين منكون بالوطن وحضن الوطن اولى فينا، ولو الغريب طردنا حضن الوطن موجود بيحمينا. احنا جينا على وطننا لحتى ننتخب، لحتى نصوت، لحتى نبدي برأينا. الله محيي الجيش، وهاي سوريا من يوم يومها ايد واحدة وشعب واحد، هاي هي سوريا، الله محيي الجيش. نحن جايين كرمال تراب سوريا المقدس، نحن جايين كرمال الجيش العربي السوري اللي بنفتخر وبنعتز فيه بكل قطعة في العالم، انه جزء من هذا الشعب السوري العظيم في المغترب الذي ابى ورفض الا ان ياتي الى ارض الوطن ليدلي بصوته. مشاهدينا، وصلت الطائرة الثانية التي تحمل الجالية السورية من دولة الكويت والتي قدمت للمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي. نحن جينا من دولة الكويت لنعبر عن مشاعرنا وعن انضمامنا لهالبلد. نحن جايين من الكويت لنعبر عن الاستحقاق الرئاسي. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، عاش الجيش العربي السوري، عاش عاش عاش. بس للإثبات إنه نحن مواطنين سوريين، وإمتى ما بدنا بنقدر نساوي اللي بدنا إياه ونجي وننتخب براحتنا، هاي بلدنا وأرضنا وما حدا له علاقة فينا، وصوتنا بده يوصل لآخر الدنيا. أتينا من الكويت كي ننتخب رئيسا للجمهورية العربية السورية رغما عن أنوف الحاقدين. بالرغم من إحنا منعنا من مارس حقنا الانتخابي بالكويت، إحنا بكفينا اليوم إنه عم ننتخب، نحن عم نشم هوا بلدنا، هو سوريا. الآن وصلت الطائرة الثالثة من دولة الكويت والتي تحمل الجالية السورية، هنا حشد كبير لأبناء الجالية. نعم، لماذا أتيتم إلى سوريا؟ جئنا لنشارك أهلنا بالعرس الوطني الكبير والاستحقاق الدستوري. جئنا نصل رسالة لكل العالم إننا
مع بشار الأسد، مع سوريا الأسد. نحن جئنا لننتخب. عرس وطني عن جد، هيدي مو بس انتخاب، هيدا نصر لنا السوريين، لأنه نحن قلنا كلمتنا هي الحق. كل العالم خلينا يشوفوا العالم كلياته انه نحن الشعب السوري، نحن اللي منقرر لما نحن نجي بدنا نقول كلمه، نحن بدنا نجي غصبا عن الكل، غصبا عن اللي بيرضى واللي ما بيرضى. نحن جايين هون خصوصي اليوم، تركنا اعمالنا واشغالنا بس خصوصي عشان نجي بس نصوت لسياده الرئيس بشار الاسد. جاي انا وزوجتي جايين مع بعض، يعني تاركين اطفالنا عندهم مدارس، لكن كله بهون من اجل الوطن. يعني مشاهدينا كما لاحظنا المغتربين السوريين قدموا إلى هنا إلى سوريا لكي يدلوا بأصواتهم، قاطعين آلاف الكيلومترات، حاملين الوطن في قلوبهم وليصوتوا بإرادتهم. قواتنا المسلحة الباسلة بمختلف صنوفها البرية والجوية والبحرية تشارك أبناء شعبنا العربي السوري لاستحقاق الدستوري في الانتخابات رئاسة الجمهورية. أدلى السيد العماد فهد جاسم الفريج نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة وزير الدفاع، والسيد العماد علي عبد الله أيوب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة وعدد من كبار ضباط القيادة العامة أدلوا بأصواتهم لانتخاب رئيس الجمهورية في أحد المراكز الانتخابية التابعة للقيادة العامة. كما أدلى عناصر الجيش العربي السوري ضباطا وصف ضباط وأفراد وعاملين مدنيين بأصواتهم في المراكز الانتخابية في الوحدات والمعاهد والمدارس والمشافي العسكرية المنتشرة على مساحة الوطن، وأكد المقاتلون من مواقع عملهم عزمهم على الاستمرار في تنفيذ المهام الوطنية المقدسة الملقاة على عاتقهم في القضاء على العصابات الإرهابية المسلحة وملاحقة فلولها حتى تخليص الوطن من رجسها وإعادة الأمن والأمان إلى أرجائه كافة. قواتنا المسلحة بمختلف صنوفها البرية والجوية والبحرية شاركت أبناء الشعب العربي السوري الاستحقاق الدستوري في انتخابات رئاسة الجمهورية، معلنة تصميمها على مكافحة الإرهاب وداعميه. قرر مستقبلك. دافع عن صوتك وارضك. رح نحمي قرارك وكلنا رح ننتخب. صوتك هو سلاح. الحكومة شاركت في الانتخابات وأكدت أنها نقطة تحول تعزز قوة سوريا وحلفائها، والسوريون في الداخل والخارج أبهروا العالم بوطنيتهم وعروبتهم. تاريخيا ومنذ أكثر من 100 عام كانت عملية إجراء الانتخابات النيابية أو الرئاسية وتشكيل حكومة وحدة وطنية في أي بلد هي مفتاح الحل لجميع مشاكل هذا البلد، كذلك هو الوضع في سوريا. هذا ما أكده رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل حلقي. سوريا تعيش عرس ديمقراطي حقيقي تجسد من خلال هذا الإقبال اللامحدود، هذه التيارات من المواطنين التي جاءت تتدفق إلى صناديق الاقتراع. اليوم إرادة السوريين هي التي ستقرر مستقبل سوريا الواعد، سوريا المتجددة، سوريا البناء والإعمار. فهذا هكذا عودنا الشعب السوري أن يكون هو صاحب القرار، هو صاحب السيادة، هو صاحب الشرعية. وبالتالي اليوم هي المكاسرة الحقيقية بين إرادة السوريين الذين حزموا أمرهم بأن يمضوا إلى نهاية هذا المسار الديمقراطي بانتخاب من يمثلهم إلى موقع رئاسة الجمهورية، وبين كل أعداء الوطن. والفيصل هو هذا الشعب المتدفق، هذه الإرادة الحقيقية التي يجسدها السوريون في هذا العرس الوطني. سوريا تعيش حالة من التعددية السياسية ليست من الآن، لكن هذه التعددية هي في حالة تسارع، هي في حالة ممارسات حقيقية تجسدها هذه الانتخابات بأبهى صورها. اليوم الممارسات الديمقراطية نتاج لكل هذه الإرادة الحقيقية. صناديق الاقتراع هي التي تجسد
ذروة الممارسات الديمقراطية، وبالتالي سوريا مقبلة على مرحلة جديدة من عملية البناء. عملية البناء ليس فقط البناء والأعمار بالنسبة لما دمرته الحرب، بل عملية بناء للإنسان، بناء في الإطار الاجتماعي، في الإطار السياسي، في الإطار الثقافي. وبالتالي نحن نرى في سوريا مستقبل واعد مضيء لكل ما يحقق طموحات السوريين وأمالهم. وزير الخارجية والمغتربين السيد وليد المعلم أشار إلى أن الحل السلمي للأزمة في سوريا بدأ من اليوم. أحيي الشعب السوري الذي زحف إلى صناديق الاقتراع في هذا اليوم التاريخي لكي يجدد ما قلناه في جنيف بأن لا أحد في الدنيا يتفوق أو يفرض على الشعب السوري إرادته. اليوم يسجل السوريون إرادتهم الحرة في انتخابات ديمقراطية شفافة تعددية، يسطرون من سيقودهم في المستقبل، يسطرون مستقبلهم بكل حرية وبكل نزاهة. واليوم تبدأ سوريا العودة إلى الأمن والأمان من أجل إعادة الأعمار ومن أجل إجراء المصالحة الشاملة. اليوم يبدأ مسار الحل السياسي للأزمة السورية. ومن جانبه وصف وزير الداخلية محمد الشعار الاستحقاق الرئاسي بأهم حدث في تاريخ سوريا المعاصر. الاستحقاق الرئاسي أعتقد أنه أهم حدث في تاريخ سوريا المعاصر، هو معبر باتجاه سوريا الأمان والاستقرار، معبر باتجاه سوريا البناء، سوريا الخروج من أزمتها. هذا الاستحقاق أهم استحقاق مر على سوريا في كل هذه الفترات الماضية. سوريا تعيش عرسا حقيقيا هذا اليوم، لأنها تعتبر أنها تدلي بصوتها ضد الإرهاب، ضد القتل، ضد التخريب، من أجل البناء، من أجل الحياة، من أجل أن تعبر إلى شاطئ الأمان. وبين وزيراء الكهرباء عماد خميس والمالية إسماعيل إسماعيل أن انتخابات اليوم غيرت تاريخ المنطقة، لأنها جاءت تتويجا لتضحيات الجيش العربي السوري وانتصاراته. استحقاق رئاسي كبير الذي هو تتويج الانتصارات التي حققها الشعب السوري قيادة جيشنا الباسل، وهكذا سوريا صنعت النصر، لأنها دائما لم تعرف الهزيمة بأبناء وطنها والوحدة الوطنية الكبيرة تميزها. هذا يوم تاريخي حقيقة، وهو غير تاريخ المنطقة. هذا الانتخاب هو تعبير عن صمود سوريا وتتويجا لانتصارات هذا الشعب العظيم، وتأكيدا على ممارسة الديمقراطية، ورسالة إلى كل الأعداء أن هذا القطر العربي السوري وبشعبه العزيز وبقيادته الحكيمة. وزير الإعلام عمران الزعبي أعرب بعد الإدلاء بصوته عن تمنياته بأن تكون هذه التجربة مدخلا حقيقيا لإعادة إعمار البلاد وانتهاء حالة العدوان على سوريا، من أجل أن تعود كما يتمناها أبناؤها وأفضل. نحن أكيد بنتمنى لكل السوريين ولسوريا أنه تكون هذه التجربة هي مدخل حقيقي لإعادة إعمار البلاد وانتهاء يعني حالة العدوان على سوريا، وتعود سوريا كما نتمناها وأفضل. ورأى وزيراء الصحة سعد النايف والسياحة بشر يازجي أن انتخابات اليوم هي دحر لآخر فصول الرجعية والإرهاب. سيقول الجماهير من خلال هذا اليوم كلمته الفصل، وسيزل الستار على آخر فصول الرجعية والإجرام والظلام. سيبزغ فجر جديد سيحقق آمال المواطنين، وإن شاء الله سنبني سوريا الجديدة المتجددة. طبعا الاستحقاق الرئاسي اليوم هو بداية النهاية للمشروع الذي يخوضه الغرب ضد سوريا، وهو يوم لبداية أقوى وبداية لسوريا أقوى وسوريا أرحب. وأوضح وزير التربية هزوان الوز إلى أن الاستحقاق الرئاسي ضمان لاستمرار نهج المقاومة. الاستحقاق الرئاسي يشكل صمام أمان يعني لسوريا الوطن والدولة والشعب في حماية سوريا من الفراغ السياسي، وهي ضمان الاستمرار نهج المقاومة والدفاع عن الحقوق الوطنية والقومية، وتفتح الطريق لبناء سوريا القادمة المتجددة إن شاء الله.
وبدورها أوضح رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي هشام الشعار أنه نتيجة الإقبال الكثيف للمواطنين فقد اشتكت بعض المراكز من نقص الأدوات الانتخابية. حتى الآن لم يردنا أي إشكالات وقعت في المراكز الانتخابية باستثناء اتصال بعض اللجان الفرعية، وجود نقص في المغلفات وأوراق الاقتراع نظراً لإقبال الشديد من قبل الناخبين. وزير العدل أحمد نجم اعتبر أن انتخابات اليوم حدث تاريخي يختار فيه السوريون من يمثل تطلعاتهم. تشهد الجمهورية العربية السورية اليوم عرساً ديمقراطياً غير مسبوق على الأقل في تاريخ سوريا وفي تاريخ شعوب المنطقة ككل، فنحن دولة من دول تعد على أصابع اليد الواحدة في الشرق الأوسط تجري انتخابات رئاسية لمنصب رئاسة الجمهورية. نحن سعداء بوجود أصدقائنا بيننا لكي يواكبوا العملية الانتخابية، ومنهم الأشقاء في إيران الذين نكن لهم محبة خاصة لتفهمهم القضايا العادلة لمنطقتنا بشكل عام وللمسألة السورية بشكل خاص. اليوم نحن حضرنا والسادة أعضاء مجلس القضاء الأعلى مثلنا مثل أي مواطن سوري يؤدي واجبه الدستوري والقانوني في انتخاب من نراه مناسبا لقيادة سوريا في المرحلة القادمة. يمكن تلاحظون هذا الإقبال الكثيف الذي لم تشهده انتخابات من قبل في سوريا، وهو يترجم على أي حال أصبحت لدينا معطيات من خلال ما جرى في الخارج. الشعب السوري كله كتلة واحدة، يد واحدة، قرر وبحزم أن يتصدى للإرهاب، ومن وسائل هذا التصدي هو ما نراه من عرس ديمقراطي اليوم. وحث وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية خضر أورفلي والثقافة لبانة مشوح السوريين على عدم تفويت فرصة المشاركة بهذا العرس الديمقراطي. شاركنا باستفتاءات، لكن انتخاب رئيس دولة من بين ثلاثة مرشحين هذه هي المرة الأولى في تاريخ سوريا، لذلك أنا يعني أشعر بأنها لحظة تاريخية على كل سوري أن لا يفوتها ولن يفوتها إن شاء الله. هذا اليوم هو يوم العرس الوطني الحقيقي، فأهنئهم من أعماق قلبي وأقول لهم عليهم أن يحثوا الجميع للتضافر وللقدوم إلى صناديق الاقتراح وليقولوا كلمة الحق في اختيار من يمثل هذا الوطن. واعتبر وزير الصناعة كمال الدين طعمة أن انتخابات اليوم هي تحول وانعطاف في المسيرة السورية. يوم تحول وانعطاف في المسيرة السورية، علينا جميعا أن نفرح وأن نبتهج بهذا اليوم لأننا نحقق الديمقراطية بأسمى معانيها وأكمل صورها. أما وزير الري بسام حنا فاختصر الممارسة الانتخابية بأنها ضرورة من أجل الوطن وبنائه. عرفني كمواطن سوري أن أشارك في هذا اليوم. سوريا من أجل عودة سوريا متألقة، ومن أجل أطفالنا وأبنائنا، ومن أجل المستقبل زاهر لهذه البلد. وشدد وزير النفط والثروة المعدنية المهندس سليمان العباس على أن السوريين فقط من يعطون الشرعية ويحددون مصير بلادهم. السوريون هم من يعطون الشرعية وهم من هذا العرس الجماهيري يمثل إرادة السوريين في ممارسة حقهم وانتخاب رئيسهم الذي يلبي طموحاتهم لإعادة بناء سوريا من جديد. واعتبر وزير الإسكان والتنمية العمرانية المهندس حسين فرزات إقبال الناخبين صفعة بوجه المتآمرين على سوريا. هذا شعبنا السوري، وهذه الصفعة الثانية بعد صفعة بيروت وعمان وسفاراتنا في دول الاقتراب. هذا شعبنا السوري المتمسك بوحدته، المتمسك بقيادته، المتمسك بثوابته. وأشار وزير الأشغال العامة حسين عرنوس أن الانتخابات حسمت خيار الشعب في دولة قوية وموحدة ومقاومة. رأيي هذا الشعب السوري اللي حسم أمره أنه سوريا يجب أن تكون قوية، سوريا يجب أن تكون موحدة، سوريا يجب أن تقضي على الأرهاب، سوريا بلد المقاومة. هذا الشعب واستجابة هذا الشعب رغم كل التهديد والوعيد
من القوى الظلامية ومن الدول المجرمة في حق الشعب السوري. هي الأجواء الديمقراطية تمثلت اليوم على المستوى الشعبي والرسمي، ومارس السوريون حقهم وواجبهم الدستوري والقانوني على أكمل وجه. الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي هلال الهلال وبمشاركة مع أعضاء المكتب التنفيذي الاتحاد العام لنقابات العمال أدلوا بصوتهم في الاستحقاق الدستوري في مركز الاتحاد بدمشق. وأكد الأمين القطري أن السوريين اختاروا طريقهم نحو المستقبل بملء إرادتهم، وأن هذا الإقبال الكبير على صناديق الاقتراع هو تتمة الرسالة التي أرادوا إيصالها رغم تهويل وتشكيك المتآمرين، ولكي تكون مشاركتهم في هذا الاستحقاق عربون وفاء لأرواح شهداء سوريا وتقديرا لبطولات الجيش العربي السوري. نحن نقول اليوم أن هذا الصوت سوف يكون غاليا للجميع، لأنه أثبت معدن الشعب العربي السوري الذي هو دائما مثال في الإباء في التضحية في زمن تكالبت عليه كل قوى الإرهاب وكل قوى الشر لتنادى منه، لكن اليوم أعلنها عالية مدوية صارخة كما هم أصوات هؤلاء الذين هم في الخارج ليقول للعالم أجمع أن سوريا رغم كل المؤامرات التي حيكت عليها فإنها تسير بخيارها الدستوري. الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي عبد الله الأحمر أكد أن السوريين باقتراعهم اليوم يؤكدون صمودهم وانتصارهم على قوى المؤامرة والعدوان لتستعيد سوريا دورها ومجدها ولتكون منطلقا للسلام في المنطقة والعالم. السوريون اليوم ينتخبون من يمثل ويجسد تطلعاتهم في وحدة وطنهم، في أن تكون سوريا كما هي على الدوام منطلقة الأمة العربية كلها نحو التحرر والتقدم وبناء المجتمع السعيد لكل أبنائه. معبر جديدة يابوس الحدودي شهد توافدا كبيرا للسوريين القادمين من لبنان ممن لم يستطيعوا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في السفارة السورية في بيروت، وأتوا ليشاركوا في اختيار الرئيس القادم لسوريا. المواطنون السوريون بدأوا بالتوافد إلى مركز جديدة يابوس الحدودي منذ الصباح الباكر ليصفوا في الأدوار، والصورة طبعا تعبر أكثر من الكلام الذي نقوله. أهمية مركز جديدة يابوس كونه منطقة حدودية، فبإمكان المواطنين القادمين من لبنان الذين لم يتمكنوا من التصويت في السفارة السورية في بيروت، علما أنه تم التمديد ليومين في السفارة السورية في لبنان وهو أمر استثنائي استثنيت به سفارة سوريا في لبنان، بإمكانهم المجيء، وكانت قد أعلنت السفارة إلى المراكز الحدودية منها مركز جديدة يابوس هنا. أردنا أن نوصل الصورة من الخارج لإيضاح الناس. سوف نقوم بالدخول داخل المركز من أجل مشاهدة الأجواء داخل المركز والاطلاع عليها من الداخل بعد أن كنا قد وصفناها لكم بالكلام أثناء وجودنا في الخارج. يتم الدخول من خلال هذا الباب في المركز، ومن ثم عندما يدخل الناخب إلى مركز جديدة يابوس بإمكانه الحصول على البطاقة والظرف والإدلاء بصوته في الغرف السرية، وهي هنا موجودة الغرف السرية. لعالم الشعب اللي اجى اجتاز الحدود والصعاب ووصل لهون جاي ليقول للمشروع الاخر المشروع التكفيري لا، جاي لسوري يبني سوريا يبني دولته يبني امانه، يقول للعالم كله هذا الشعب السوري اللي بيعلم العالم كل الديمقراطيه. جاي كرمال انتخب سوريا ولحتى نفرج العالم انه نحن بدنا نبني سوريا وبدنا نبني قرار وبدنا نفرج العالم بسوريا وبرات سوريا كلها انه نحن اصحاب قرار وما بدنا اي حدا من برا يتدخل فينا، نحن بنقرر مين بدنا.
يعطيك العافية، شكرا لك. أثناء لقائنا بممثلين ووكلاء المرشحين الرئاسيين هنا، الجميع أثناء لقائنا معهم كانوا يجمع على أنهم يتابعون سير العملية. صناديق الاقتراع كانت في الصباح الباكر كانت عبارة عن 6 صناديق، لكن نتيجة الإقبال الكثيف للمقترعين داخل المركز الانتخابي تم أصبح عدد صناديق الاقتراع حوالي 12 أو 13 صندوق اقتراع. توزعت صندوق الانتخابات توزعت على أكثر من مكان، لم تعد مقصورة فقط داخل المركز مركز الهجرة في جزيرة يابوس. الأعداد تزداد حقيقة. في المقلب الآخر هناك في الجهة الأخرى مركز أيضا تم إسقاطه ووضع صناديق الاقتراع فيه لأجل تخفيف الضغط على المركز هنا لكي يتم استيعاب جميع الناخبين. حقيقة جهد كبير يبذله القائمين على تنظيم عملية الانتخاب، دخول وخروج الناخبين السوريين. سوريا حينا، حيو سوريا حينا، حينا حينا. وإلى المراكز الانتخابية الحدودية الخمسة الموجودة في ريف حمص، توافد آلاف السوريين من لبنان متجاوزين كل الصعوبات والمعوقات التي اعترضتهم بهدف منعهم من الإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الدستوري، وعلى أمل أن تشكل الانتخابات نقلة جديدة نحو سوريا حديثة ومتطورة. أقبل المواطنون السوريون في لبنان بكثافة على معبري الدبوسية وجسر قمار الحدوديين مع لبنان للإدلاء بأصواتهم عبر مراكز الاقتراع المستحدثة على المعابر الحدودية، متحدين كل من أراد كسر إرادتهم ومنع عبورهم إلى سوريا. أنا مواطن سوري من محافظة الرقة. بلبنان ما خلونا ننتخب، بعدون عن الانتخابات وما خلونا ننتخب، وجينا ومشينا 3-4 كيلومتر حتى ننتخب. حبيت أجي انتخب بين شعبي وحبايبنا وكلياتنا، هون عدنا بكون مبسوط أكثر. الأخبار كان جيد جدا وممتاز، والناس يجوا ينتخبوا بكل حرية بكل صراحة، وما في أي عرق نهائيا ولا في أي مشكلة نهائيا. أنا مقيم ببيروت وجاي انتخب ببلدي سوريا. والله تعذبنا كتير على الطريق، في جماعة يمكن سلفية أو شيء هيك عم يتعرضوا للي جاي بده ينتخب. الواحد بينتخب بلده، هذا واجب علينا. أنا حبيت إنه يكون الانتخاب ببلدي سوريا. لا الحمد لله كل شيء كان تمام. أنا من منطقة السلمية وجاي هلأ من لبنان من بيروت، جاي لهوني بس لانتخب وارجع بي. يعطينا رسالة إلى كل العالم بأننا نحن من نعلم غيرنا الديمقراطية. هم السوريون ممن عبروا الحدود السورية اللبنانية وتحدوا المضايقات والمنغصات ليقولوا كلمتهم في سوريا، رسالة لكل العالم. أهالي الرقة في محافظة اللاذقية شاركوا في الاستحقاق الرئاسي كما في مختلف المحافظات. أهالي الرقة اليوم كما باقي أبناء سوريا في مشاركتهم بانتخابات رئاسة الجمهورية العربية السورية، مشاركة فاعلة لأهالي محافظة الرقة في الاستحقاق الدستوري بمختلف المراكز الانتخابية وفي مختلف المحافظات. اليوم هو الخيار السوري، خيار الشعب السوري ضد الإرهاب. أبناء محافظة الرقة اليوم سيصنعون تاريخا جديدا باسم محافظة الرقة. هذا الاستحقاق الذي يعتبر هو واجب مقدس، وعلى كل مواطن أن يمارسه ليساهم في صنع مستقبل سوريا، سوريا التعددية الديمقراطية التي سيكون لها هذا اليوم عرسها الديمقراطي. انتخابات استحقاق واجب وطني على كل مواطن سوري بأي مكان كان. نحن من محافظة الرقة جايين نقوم بواجبنا الوطني ونقول وننتخب قائد لسوريا وقائد للأمة العربية كلياتها. كل صوت في صندوق انتخابي ورصاصة في صدر أعداء سوريا. احنا أهالي الرقة وأهالي سوريا عم نعيش حالة عشق حقيقي للوطن، حالة أفراح، عم نقدم شيء للوطن، شيء للجيش، عم نقدم شيء اللي قدمه الجيش وقدمه الشهيد. إنه اليوم من أكد للعالم أجمع ولكل حدا بيدعي بالديمقراطي يجي لسوريا، يجي لسوريا مهد الحضارة، سوريا 7000 عام الحضارة، يجي تعلموا منا الديمقراطية، نحن أهل الحرية والديمقراطية. في محافظة الرقة ناس شرفاء لم يخرجوا بسبب التآمر عليهم. أهالي محافظة الرقة اليوم شاركوا في الانتخابات، فسوريا كلها دائرة انتخابية واحدة. أهالي الرقة قالوا نعم للوحدة الوطنية، نعم لسوريا الأمن والسلام، وتحية إلى الجيش العربي السوري. فرات غانم من اللاذقية لأخبار الرقة، التلفزيون العربي السوري. ومنذ اللحظات الأولى لفتح صناديق الاقتراع توافد الناخبون السوريون بكثافة إلى مراكز الاقتراع متحدين الإرهاب ليقولوا كلمتهم الفصل في اختيار رئيسهم المقبل.
إقبال كثيف فاق جميع التوقعات. مراكز الاقتراع غصت بالناخبين السوريين منذ ساعات الصباح الباكر، حاملين إرادتهم الصلبة وإيمانهم المطلق بوطنهم وجيشهم للإدلاء بأصواتهم واختيار رئيسهم لسبع سنوات مقبلة. المشهد الانتخابي في العاصمة دمشق رسمه الناخبون بإقبالهم الكثيف على صناديق الاقتراع، متحدين جميع الظروف والتهديدات التي أطلقها الإرهابيون في محاولة لتعطيل سير العملية الانتخابية. كل هالإرهاب اللي عملوه، كل هالقتل، وكل هالدماء اللي انسفكت، وما زلنا مصرين على بلدنا. طبيعي إنه نشارك بهي الانتخابات ونحدد مستقبل سوريا ونمارس استحقاقنا وحقنا بالانتخابات الرئاسية. فرحانين كتير لأنه اليوم يوم عظيم ويوم عرس وطني، فلازم حبذا كلياتنا نشارك فيه من كل قلوبنا ومن كل مشاعرنا ومن كل أحاسيسنا. اللي بيعرف الحق بيجي بينتخب، اللي بيعرف الباطل اللي بينضل للمسلحين الإرهابيين يلي حرمونا الأمان. إحنا هاي حياتنا السوريين. وفي ريف دمشق سيل بشري في النبك وجرمانة ويبرود وغيرها من بلدات الريف الدمشقي، عبر السوريون من خلاله عن إرادتهم بصوتهم ونقل البلاد إلى مرحلة الاستقرار والبناء. جايين ننتخب ياسين الرئيس المنيا في حرية، جايين مارس حقنا بالانتخاب وننتخب الشخص اللي بده يوصل سوريا لبر الأمان. جاي أنا لأنتخب، لأنتخب اللي شفته مناسب بس. كيف شفت العملية الانتخابية؟ كيف كتير شفت كتير سهلة كتير، هذا نحن اللي بدنا نوصل له بس. جايين نعمل، هن بدهم ديمقراطية ونحن بدنا ديمقراطية، جايين ننتخب الرئيس اللي راح يوصل سوريا لبر الأمان، اللي راح يوقف بوجه كل مين حاربنا ووقف ضدنا. بصفتي مواطنة سورية حابة ارفع اسم بلدي فوق وبتمنى للخير لبلدنا ويعم السلام مثل ما كان وأحسن. محافظة درعا مدينة وريفا عانت ولا تزال من إرهاب المجموعات المسلحة، شهدت مراكز الاقتراع فيها إقبالا جيدا وسط إصرار الأهالي على ممارسة حقهم الانتخابي من خلال التوجه إلى صناديق الاقتراع القريبة من أماكن تواجدهم. جئت من الإمارات، يعني تقريبا صار لي من وقت المرشحين للرئاسة قلنا نروح ننتخب ببلدنا، جئنا هنا لهنا وانتخبنا ببلدنا من نراه كفء لهذه المرحلة القادمة. كل أهل إزرع أتوا الانتخاب بكل حرية وشفافية. خلينا هالوطن لأنه الإنسان بلا وطن بلا كرامة. أنا برأيي كل شخص اليوم بنتخب بحط ورقة بصندوق الانتخاب هو طلقة من ضمير حي بوجه الإرهاب والاستعمار والحفاظ على سوريا موحدة. جيشنا الله يحميه. أنا زوجة شهيد، أنا فخورة بشهادة جوزي، روحي فدا الشهادة وكلنا فدا الوطن. أدليت بصوتي لأنه أنا من حقي كمواطنة سورية عايش على الأراضي السورية أني أنتخب. الناخبون في السويداء توافدوا إلى مراكز الاقتراع المتوزعة في أرجاء المحافظة، والبالغ عددها 384 مركزا للإدلاء بأصواتهم، واصفين هذا اليوم بيوم السوريين جميعا ليرفعوا صوتهم ويحددوا بأنفسهم من سيقودهم في المرحلة المقبلة. الرد الحقيقي اليوم والرد الحاسم هو توجه إلى صناديق الانتخاب، ومن يكون المرشح وليكن كل مواطن لازم يجي يصوت بالشخص اللي بلقي مناسب للوطن. نحن متواجدين هنا لنثبت للعالم أجمع بأننا شعب قوي، شعب متماسك، شعب مؤمن بوطنه وعروبته. إحنا بالوقت هذا الصوت هذا هو اللي يحمي البلد. إذا ما تكتفنا مع بعضنا البعض مجتمعنا على الصح وصوتنا بالصح، احنا النفاق ما بدنا اياه. احنا ندعي الناس اللي مخرر فيهم، كل انسان يرجع لوطنه، الوطن الام الاب، الوطن اللي ما عنده وطن ما عنده عرض ولا عنده كرامه. يعني الشعب السوري هو صاحب القرار، وهو اللي قرر الانتخابات، هو راح يقرر من يكون رئيسه. صوت المواطن العربي السوري كالجندي الذي يقاتل في ساحات المعركه، من نطق في الحق فهو صاحب الحق، وهذا لسان الحق في هذا النهار. وخصصت محافظة القنيطرة 144 مركزا انتخابيا توفد أبناء المحافظة إليها، مؤكدين أهمية هذا الاستحقاق الديمقراطي وضرورة ممارسة حقهم الانتخابي وأداء واجبهم الوطني.
هذا هو صوت الحق، صندوق الاختراع، وليس السيارات المفخخة وليس القتل والتدمير. نحن جئنا لننتخب من سوف يكافح الفساد ويقضي على الإرهاب والعصابات المسلحة الإرهابية. يوم عظيم، يوم مشرف، يوم تحقق الانتصارات لسوريا ولشعبها. المشاركة بالانتخابات هي دعم لانتصارات الجيش العربي السوري. وكانت اللجنة القضائية العليا اتخذت جميع الاستعدادات والإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات بشكل نزيه وحيادي، عبر التأكد المباشر من جهوزية جميع مراكز الاقتراع المتوزعة في أرجاء المحافظات. مدينة نوابير في درعا، ورغم الإرهاب الذي تعيشه شارك أهلها في الاستحقاق الرئاسي كما كل السوريين. لم يتجاوز الشهرين من عمره، ومع ذلك جاء به أبوه إلى مركز الانتخاب، ربما لينصبه شاهد الزمن القادم على أبناء عرفوا كيف يحموا وطنهم، مرة بوقتهم وبأسهم، ومرة بدمهم، وأخرى كما اليوم بصوتهم. هذا الصوت الذي يبدو في مدينة نوى في محافظة درعا أغلى منه من مدن أخرى، وذلك بسبب نسبة المخاطرة الأعلى فيها والمتأتية من المعارك التي تشهدها أطراف المدينة والتهديدات التي لوثت وقت الأهالي بالخطر، لكنها لم تلبسهم الخوف أبدا. نحن في مدينة نوى بشكل خاص لن نرضى بديلا عن هذا الرئيس الأمين الصادق، صادق الوعد الأمين، وفي نهاية المطاف سيندحر الإرهاب من مدينة نوى وكامل محافظة حوران. جئنا لنؤدي هذا الاستحقاق، لنقوم بواجبنا في هذا الاستحقاق الوطني، لكي يعبر أهالي مدينة نوى عن ولائهم وانتمائهم لكل ذرة من تراب هذا الوطن. جاءوا ليقوموا بواجبهم في انتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية. سوف ينتخب الوطن، سوف ينتخب من يحافظ على سيادة هذا الوطن، سوف ينتخب من يحقق الاستقرار والأمن لهذا الوطن. كل يؤوب لأهله، ونحن نؤوب لأهلنا، أهلنا في سوريا، سوريا الكرامة، سوريا الوطن، سوريا المقاومة، سوريا الشرف، سوريا العزة. ومن احترتموا في أحضان الصهاينة فليعودوا إلى الصهاينة. وهذا ما كان يريد أن يقوله أبو هذا الطفل، وأن يؤشر إلى ابنه كعنوان للحياة المترعة بالعزة والفرح القادم، والتي تبدو أكثر غنى وجوابا مباشرا على ثقافة الموت التي شيعها الإرهاب الأسود الساكن قلوب أصحابه ودروبهم. جئنا لنثني بأصواتنا وننتخب من سيحقق الأمن والأمان لشعب سوريا، من يطرد الإرهاب والإرهابيين من سوريا. رغم أنه صندوق واحد، إلا أن مدينة نوى لم ترضى إلا وأن تشارك السوريين فرح الشرفات المشرع على أمل جديد يبشر سوريا بالأفضل، والتي هبت نسائمه مع أول ورقة بدأت تدفئ صندوق الوقت الآتي. الآن نحن في بلدة قرفة، هذه البلدة التي تقع في ريف درعا، ما زال المواطنون يدون بأصواتهم، وذلك من أجل اختيار مرشحهم الرئاسي. كما نلاحظ بأن هنا أحد مراكز الاقتراع في مدرسة قرفة، هي المدرسة الأولى، نلاحظ الإقبال الشديد من قبل المواطنين، وذلك من أجل الإدلاء بأصواتهم. أنا شاهد حي على أن هناك عدد كبير من أبناء القرى المجاورة لنا أتوا متسللين من تحت قوة سلاح المسلحين ليبدوا رأيهم. وهذا أخي أبو فريد أتى من إبطع حاملا عددا كبيرا من رأي أبناء إبطع، هو وعديد منهم، ليقول لسيادة الرئيس
نحن معك يا سيادة الرئيس. أبدا نحن مع السيد الرئيس كل ما نمكن من قوة، وهذا اليوم عندنا يوم سعيد ويوم مبارك. تصويت هذه المرة هو تصويت على صوابية المقاومة، هو تصويت على وحدة سوريا أرضا وشعبا، هو تصويت على مكافحة الإرهاب، وسيكون صوتنا في هذا اليوم بمثابة رصاصة أخرى تضاف إلى بندقية الجيش العربي السوري لمكافحة كل فلول عصابات العصابات الإرهابية المسلحة في سوريا. الشعب السوري انه يشارك بالانتخابات ويدلي برايه، لانه هو التعبير الحقيقي عن الديمقراطيه وعن الحريه. اكيد راح اشارك بالانتخابات لاني مواطنه سوريه ومؤمنه بالانتخابات. رجال الدين في سوريا يمارسون حقهم الانتخابي ويدلون باصواتهم في صناديق الاقتراع على امتداد الارض السوريه. إلى جانب دورهم في حمل الرسالة السماوية، آلاف العلماء والداعيات يشاركون أبناء الشعب السوري الإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الدستوري لانتخابات رئاسة الجمهورية في مبنى وزارة الأوقاف بمشاركة الوزير الدكتور عبد الستار السيد والرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم غبطة البطريرك مار أغناطيوس أفرام الثاني، اللذين أكدا أن هذه الانتخابات وإقبال السوريين عليها نصر سيحبط مخططات أعداء سوريا. هذا اليوم هو يوم الوفاء لأرواح الشهداء، نشعر بأن أرواح شهدائنا الأبرار تحوم حول المواطنين، حول الشعب السوري الذي خرج بكل قطاعاته، بعلمائه، برجال دينه المسيحي، بداعياته، بشبابه، بشيبه، لينتخب سوريا في هذا اليوم. وجودنا اليوم معا هو رسالة للعالم بأن سوريا التي كانت دائما بلد العيش المشترك والأخوة والتسامح وقبول الآخر ستستمر على هذا النهج، وخرجت اليوم لكي تنتخب رئيسا يستطيع أن يبني سوريا جديدة، أن يخرج سوريا من أزمتها. مبارك لأهل الشام بمن اختاره الله عز وجل وليا عليها. في هذا العرس الديمقراطي قلنا مرتين واليوم سنقولها الثالثة، سأقول أثبتت سوريا في هذا اليوم بأنها الدولة المحورية في الشرق الأوسط بقيادة الرئيس بشار حافظ الأسد. بطريرك أنطاكيا وسائد المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي بيّن أن مشاركة الشعب السوري في الانتخابات بهذه الكثافة دليل على أنه وحده صاحب القرار في اختيار مرشحه. إقبال الشعب السوري اليوم على ممارسة هذا الحق الدستوري في الانتخاب هو له معاني، يحمل معاني كثيرة. أولا أخال هذا الشعب السوري يقول اليوم أنه هو الذي يقرر مصيره ولا يتقبل إملاءات من الخارج. هذا الشعب يطلب، ينشد سوريا الأمان، سوريا الاستقرار، سوريا الهناء، سوريا الكرامة. كذلك أكد شيوخ العقل في السويداء أن النصر هو حليف إرادة الشعب. هذا اليوم عرس وطني مشهود انتظرناه طويلا لتحقيق الديمقراطية الانتخابية في بلدنا، وهذا اليوم سيقرر الشعب السوري مصيره من خلال الصناديق الانتخابية. رغم كل الألم والصعاب وكل المؤامرات التي حيكت ضد بلدنا والتي كان الهدف منها تدمير سوريا، استطعنا نثبت للعالم أننا أصحاب فكر وطني قومي وأصحاب ثقافة نهضوية وأصحاب إرث تاريخي قديم. الانتخابات حق وواجب حمله السوريون بكل أطيافهم ليثبتوا للعالم أن لا إرادة فوق إرادة الشعب السوري. وتتابعون في نهاية نشرتنا تقريرا موسعا عن مشاركة رجال الدين الإسلامي والمسيحي في الاستحقاق الدستوري لانتخاب منصب رئيس الجمهورية العربية السورية. وفود برلمانية وناشطون مستقلون ودعاة سلام وممثلو منظمات المجتمع الأهلي من 30 دولة عربية وغربية تواكب سير العملية الانتخابية في سوريا.
الوفود المختصة بالشأن الانتخابي قدمت من دول أمريكا اللاتينية وروسيا وإيران وكوريا الديمقراطية الشعبية وباكستان وكندا وإيرلندا وأمريكا، وتوزعت على جميع المحافظات السورية، وسط تأكيد أعضائها أن الانتخابات جرت بشفافية مطلقة ونزاهة وتنظيم وأقبال كثيف للسوريين على صناديق الاقتراع. لقد زرت العديد من المراكز الانتخابية والتقيت الكثير من الناس من مختلف الأعمار، وما وجدته مؤثرا كان هو أن الشعب كله مقبل على هذه الانتخابات وبسعادة وابتهاج كبير. أريد أن أخبر شعبي في بلدي أن سوريا تقرر مصيرها بنفسها وأن الشعب سيقول كلمته. ووكب سير العملية الانتخابية في محافظة السويداء وفود من فنزويلا والبرازيل وبوليفيا. الجو الذي نعيشه هنا وحتى في العاصمة هو جو احتفال ديمقراطي وسعادة. نحن هنا كسفارة فنزويلية لمرافقة الوفد الذي أتى لهذه المحافظة لمواكبة هذه الانتخابات، وهو مؤلف من مبتعثين من بوليفيا، من البرازيل، من حتى من الولايات المتحدة ومن فنزويلا. سعادة النائب ويليام فارينياس المبتعث من قبل الجمعية الوطنية الفنزويلية لمواكبة هذه الانتخابات. فهذا الحدث هو حدث ديمقراطي، ونحن هنا لمواكبة هذا الحدث كشعوب صديقة لسوريا، سوريا ذات السيادة. فنحن هنا لنؤكد على أن على جو الديمقراطي لهذه الانتخابات. نحن هنا ليس لنراقب، ولكن لنواكب هذا الحدث التاريخي في هذا البلد. الشعب السوري يقول للعالم من خلال هذا اليوم أنه شعب حكيم يستطيع أن يقرر مصيره بنفسه ويفعل ما يريد. بينما اطلع على سير العملية الانتخابية في حلب وفد برلماني إيراني. هر کسی که در این انتخابات پیروز بشه قطعا تمام جوامع بین المللی باید اطاعت کنن از خواست مردم سوریه. هذه الاستحقاق الانتخابي يعني هذا الاستحقاق هو يثبت عزيمة السوريين، عزيمة صمود سوريا امام الارهاب وامام الهجمة الكونية عليها، وسوف ومن ينتصر في هذه الانتخابات سوف يثبت انه سوريا ثابتة ومستقرة، وعلى الجميع أن يعترف بهذا الذي ينتخب. في حين زارت شخصيات برلمانية وسياسية وإعلامية وثقافية من هذه الدول طرطوس واللاذقية وحمص. إيغور ماروزوف عضو مجلس الاتحاد الروسي والمشارك في البعثة البرلمانية الروسية أكد في اتصال هاتفي مع وسائل الإعلام الروسية أن هذه الانتخابات تمتاز بشفافية مطلقة ونزاهة تامة وتجري بمستوى عار من الشعور الوطني لدى المواطنين السوريين، فيما أكد عضو اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا أنشتون لوباتين أن الانتخابات الرئاسية في سوريا تشهد إقبالا كبيرا ومشاركة كثيفة من قبل الناخبين السوريين وتمتاز بتنظيم عالي المستوى. العاملون في القطاع الصحي من كوادر طبية وإسعافية وتمريضية أدلوا بأصواتهم في الاستحقاق الرئاسي. واجب وطني، ونحن ننتخب اللي بدنا اياه، مو مقررين على شيء، نحن ننتخب اللي بدنا اياه بنحبه. اليوم هو عرس ديمقراطي يعبر عن إرادة الشعب في اختيار رئيس سوريا المستقبل الذي سيحمي سوريا وسيفشل كل المؤامرات التي حيكت ضد سوريا. هو واجب وطني على كل مواطن سوري، وحقي أنا انتخب المرشح اللي أنا بلاقيه مناسب لهالوطن وليعلي اسم سوريا وليوصلها لبر الأمان، وهذا يعني واجب لازم نحن كل السوريين بالداخل وبالخارج. هذا اليوم يوم عظيم للشعب السوري كلياته. طبعا احنا بدنا نختار بحريتنا وبقرارنا، وهذا حق لنا واجب ان نختار رئيس يهتم بامور شعبه، يحافظ على امن سوريا كلها وامن الدوله كلياتها. هلا من أول ما بدأت الانتخابات كان إقبال شديد جدا، يعني احنا تفاجأنا في الإقبال الرائع يعني بالنسبة للانتخابات، وهذا بيعبر عن الحس العالي والشعور الوطني العميق بالنسبة للمواطن العربي السوري. يعني هو يوم عظيم بحياتنا ومن خلاله بنبدي آرائنا. هو حق واجب بنفس الوقت لرسم مستقبل سوريا بالأيام الجاية.
فنانو سوريا أيضا أدلوا بأصواتهم في نقابة الفنانين، مؤكدين أن صوتهم وأصوات باقي السوريين مفتاح الخلاص من الأزمة وفرصة لاختيار الرئيس القادر على تجسيد طموحاتهم وأمالهم. كل مواطن، كل مواطن سوري لديه الحسب بالحس الوطني، لديه الرغبة في الانطلاق إلى حياة أفضل. كل مواطن سوري لديه شيء من العنفوان السوري والكرامة السورية، شارك وسيشارك، لأنه يوم سوري بامتياز. هذا اليوم هو يوم السوريين بامتياز بكل أطيافهم، يوم صناعة مستقبل سوريا الجديد. نحن كسوريين من واجبنا ومن حقنا أن ننتخب ونقول رأينا بالمرشح للانتخاب الرئاسي ونسمع صوتنا للعالم كله، أن نحن السوريين نحن أصحاب الحق ونحن بنقرر مصيرنا، ما حدا بيقرر عننا. كل من لا يشارك في هذه الاحتفالية التي اسمها الانتخابات في رأيي أنا ليس بسوريا. الصوت هو واجب، واجب وطني على كل مواطن وحق له أيضا بنفس الوقت، وواجب على كل سوري أن يدلي بصوته ويضع في هذا الصندوق، هذا الصندوق هو رصيد للسوريين. هلأ بدي أقول لك أنه هذا عرس حقيقي، عرس حقيقي، وحيكون يوم مميز وتاريخي، حتذكره الأجيال القادمة كلياتها، لأنه هذا انتخابنا هو انتخاب لسوريا، لحماية سوريا، لبناء سوريا، لثقافة سوريا، لشعبنا. صوتي لأمل، لأمل سوريا، صوتي للأمن والأمان، صوتي لمستقبل سوريا. صوتي أنا سورية وبنت سورية، أنا أم شهيد اللي قدم دمه. هذا اليوم عرس وطني مثل ما أنت شايفة، نحن سوا كلياتنا رح نبني هذا البلد. أن يمارس الشعب حقه في الاختيار لمن يشاء. احنا قادرين نختار مين اللي بيمثلنا، قادرين نقول هيدا الشخص هو المناسب. غرفة الصناعة في دمشق استقبلت في مركزها الانتخابي السادة الصناعيين من رجال وسيدات أعمال، إضافة إلى المواطنين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية. كل إنسان نزل اليوم وانتخب ونفذ الدستور اللي احنا صوتنا عليه ووافقنا عليه هو مواطن ينتمي إلى سوريا. وهذا اليوم نعده احنا يوم مشرق بحول الله، ورح نكون احنا كلنا ايد واحدة نعمر هالبلد بحول الله. سوريا ستعود بفضل شعبها وإيمانهم بي 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 بأن سوريا حرة أبية، سوريا ما بتاخذ امتلاءاتها من حدا، وسوا حنبني الوطن. سوريا أبية لا يقرج إلى بناء غد مشرق ومستقبل زاهر لسوريا كامة. والإقبال عالي وفي تنسيق وفي ترتيب جدا، والمراكز عم تستقبل بكل صدر رحب، وإن شاء الله الأمور بخير وسوريا بعون الله تعالى منتصرة. وبالعودة إلى حمص، أهالي حي الوعر شاركوا في الانتخابات الرئاسية على الرغم من الظروف القاسية التي عانوا منها بفعل الإرهاب. نحن الآن في إحدى المراكز الانتخابية في منطقة الوعر، هذه المنطقة التي تعتبر من الأحياء الساخنة في مدينة حمص، وعلى الرغم من الخطورة التي كان من الممكن أن يواجهها الناخبون أثناء قدومهم إلى المراكز الانتخابية، إلا أنهم أصروا على التوافد إلى هذه المراكز والإدلاء بأصواتهم واختيار من يخدم تطلعاتهم في الاستحقاق الدستوري. كما نلاحظ الإقبال كان كثيف في منطقة الوعر، أحد رؤساء المراكز كان قد أطلعنا بأنه نتيجة هذا الإقبال الكثيف هناك كان من يطلب بافتتاح مراكز أخرى في هذه المنطقة، لا سيما في المعهد الصحي في منطقة الوعر. كان من ساعات الفجر الأولى كان الإقبال، كانت الناس ناطرتنا هون وقت اللي إجينا الصبح بكير، ونتيجة الإقبال يعني هلأ ما شاء الله لحد الساعة هذه عارف شلون صار عندنا 800، عارف كيف، وطلبنا هلأ بصندوق ثاني، يمكن نتوقع هسه صندوق ثالث يعني من هلأ نهاية النهار إن شاء الله. نحن موجودين في مدينة حمص حب الحي الوعر، نحن جينا اليوم في يوم الحرية، يوم الديمقراطية، يوم الاستحقاق الدستوري الرئاسي، جئنا ننتخب الرجل المناسب الأمثل لقيادة البلاد والعباد في هذه البلد. أنا من سكان الوعر وجاي انتخب الشخص المناسب. يعني لازم ننتخب الشخص المناسب إلنا اللي بيحمي وطننا بيحمي بلدنا. أنا من سكان حي الوعر وجاي انتخب، وهذا شيء واجب علينا ننتخب الوطن
الإقبال كتير كان شديد الحمد لله رب العالمين و... والانتخابات ميسرة الحمد لله رب العالمين. خالدي هلا وين انت؟ بالشرعي بالوعر حي الوعر الشرعي. كيف كانت الانتخابات؟ ممتازه الحمد لله. انا من حي الوعر يعني ورغم الظروف اللي راهني عايشينها بس احنا جينا بعزمنا وارادتنا ننتخب. عمليه انتخابيه حق على كل مواطن سوري وبينتخب الشخص اللي بيلاقيه مناسب لقياده هالدوله. ونحن حاليا رغم الظروف الصعبه بمنطقه الوعر حصريا يعني فجينا لننتخب. يعني الواحد لازم يمارس حقوقه يعني واجباته بالانتخابات ونحن جينا نمارس حقوقنا. احنا من الخالدي بس هلا ساكنين هون بالوعر وجايين نمارس حقنا الطبيعي كمواطنين سوريين. حق طبيعي لازم نشارك فيه وبحريتنا وبكل ارادتنا ما حدا جبرنا. انا من رستا خلصنا شغل وجينا هلا ننتخب. هذا هو الوعر اللي بيتغنوا انه هو ضد الدوله. نرى كيف ان هؤلاء المواطنين من ابناء الوعر يلتفون حول الوطن وحول قياده الوطن من اجل بناء سوريا وتصميما على انجاح الاستحقاق الرئاسي في هذه المرحله لانه رد على الاعداء في الخارج، كما هو انتصارنا العسكري بالبندقيه انتصارنا بالقلم الذي نختار فيه الرئيس الذي يعبر عن مصالح شعبنا ويعيد الامن والامان الى سوريا في المستقبل القريب ان شاء الله. مهما تجبر الارهاب وقسى على اهل حمص، لكنهم اليوم اثبتوا وقوفهم الى جانب وطنهم بقدومهم الى صناديق الاقتراع لتصل رسالتهم التي راهن عليها الخارج. فكسب أهل حمص الرهان بإرادتهم وإصرارهم على مواجهة كل التحديات. في سوريا انتخابات وطوفان بشري يقلب المشهد ويحطم الرهانات الدولية على كومة العلماء في اسطنبول والرياض ممن يتبنون الإرهاب سبيلا للوصول إلى السلطة. لم يعد هذا وإشباهه يجيدون إلا التوسل بعد أن قلب الناخبون السوريون في بيروت وعمان الطاولة على الجميع. نرجو من جميع السوريين الذين نحرص عليهم كعيوننا التزام بمنازلهم. يعتذر الجربة لمشغله السعودي عن المشهد الوطني الذي عكسه تدفق السوريين في بيروت وعمان إلى السفارات. كم أود أن أقدم اعتذاري وأسفي للمشهد الذي رافق الاستفتاء السوري وهو مشهد تمت صياغته بعناية من قبل المخابرات السورية وشركائها في لبنان. من غرفة في فندق ما لعلها في اسطنبول أو الرياض لا أحد يدري نقلت العربية تهديدات الجربة لمن سيشارك بالانتخابات، تهديدات مطلية بأكاذيب مستمرة منذ بدء الأزمة عن الدولة التي تخطط لقتل مواطنيها. نجدد تحذيرنا وليسمع العالم ويشهد إن النظام السوري الذي اعتاد على الغوص في الدم يحضر في يوم الاستفتاء المشؤوم إلى سلسلة تفجيرات وقصف على التجمعات ومراكز ما يسمى الاقتراع. أما الجزيرة فقد اختارت الاصطياد في الماء العكر عبر التذكير بالمجازر التي ارتكبها من باتوا ضيوفا دائمين على شاشتها، وطبعا لم تنسى أن تلصق التهمة بالدولة السورية. يحل أبو محمد الجولاني والناطق باسم جيش الاحتلال الصهيوني ضيوفا مرحبا بهم على شاشة الأمير القطري، الأمير الذي يذرف الدموع كل يوم على حرية السوريين المنقوصة فتطعن قناته بنزاهة الانتخابات في إمارة لم تعرف شكل صندوق الاقتراع حتى اليوم، بينما تنتقد القناة السعودية الاستحقاق الرئاسي في سوريا فتنصب هذا اللقيط ناطقا باسم الشعب السوري وهو من لم ينتخبه أحد. يستمر الكذب على قنوات النفط ويستمر حصاد الخيبات، ولعل اللافت في كل ما يجري اليوم هو انقلاب المشهد، فالأطراف التي دعت السوريين للخروج إلى الشوارع والمطالبة بحريتهم منذ بداية الأزمة العام 2011 باتت تتهددهم بالموت إذا ما خرجوا من بيوتهم ليمارسوا حقهم الدستوري بالانتخاب. كما أن المشهد الشعبي في مدن حمص والقصير ويبرود التي صورت كقلاع المعارضة المسلحة يبدو ملفتا على غير ما كان عليه قبيل شهور مضت. كما أن الأزمة التي أنتجت دستورا ألغى الاستفتاء على منصب رئاسة الجمهورية وأقر الانتخابات هي ذاتها التي دفعت بالسوريين إلى تحويل هذه الانتخابات
إلى استفتاء على وحدة البلاد وسيادتها وقرارها المستقل، بعيدا عن المشاريع الخبيثة الشوهاء التي قدمها هؤلاء خلال سنوات الدم المنصرمة. فترة أخبارنا الرئيسة انتهت، بأمان الله. نشكر لكم كرم المتابعة مشاهدينا، ونذكركم أنه بقي حوالي 130 دقيقة لتغلق صناديق الاقتراع عند 12 منتصف الليل. دمتم بخير. أهلا بكم من جديد. رجال الدين في سوريا يمارسون حقهم الانتخابي ويدلون بأصواتهم في صناديق الاقتراع على امتداد الأرض السورية. الحقيقة هذا اليوم هو يوم الوفاء لأرواح الشهداء. نشعر بأن أرواح شهدائنا الأبرار تحوم حول المواطنين، حول الشعب السوري الذي خرج بكل قطاعاته، بعلمائه، برجال دينه المسيحي، بداعياته، بشبابه، بشيبه، لينتخب سوريا في هذا اليوم. ونقول للمغرضين وللحاقدين وللغرب ولكل دول العالم ليروا هذا المنظر، وكما قال أحد الخلفاء هارون الرشيد على ما أذكر، الجواب ما ترى لا ما تسمع، فليروا هذه الصورة، هذه الديمقراطية الحقيقية. هذا هو يوم سوريا، نعم للرئيس بشار الأسد، لأنه نعم لأمجادنا، لتاريخنا، لحاضرنا، لمستقبل أولادنا، لوحدة تراب بلدنا، استقلال قرارنا، لمقاومتنا لكل الهيمنة على المنطقة. نعم للرئيس بشار الأسد، هذا هو يوم الانتصار الكبير. كل الدماء وكل الجهود التي بذلت وكل التضحيات من أبطال جيشنا العربي السوري ومن شهدائنا جميعا تتوج اليوم بهذا الانتصار الكبير. فرحتنا كبيرة اليوم بأن نكون مع هذه الجماهير وبضيافة وزارة الأوقاف ومعية السيد الوزير والسادة العلماء لندلي بصوتنا في هذا الاستحقاق الرئاسي، انتخاب رئيس الجمهورية الذي هو واجب على كل سوري شريف يعمل من أجل بناء سوريا الجديدة. فبالتالي وجودنا اليوم معا هو رسالة للعالم بأن سوريا التي كانت دائما بلد العيش المشترك والأخوة والتسامح وقبول الآخر ستستمر على هذا النهج، وخرجت اليوم لكي تنتخب رئيسا يستطيع أن يبني سوريا جديدة، أن يخرج سوريا من أزمتها، وأن يبني الإنسان السوري، لأنه رأس مال الوطن هو الإنسان. إذا كان الإنسان سوي فكل الوطن هو قوي. فبالتالي خروجنا اليوم للإدلاء بالأصوات هو بحد ذاته رد على كل من حاول كسر الإرادة السورية، وهو أيضا جواب لكل من شكك في إمكانية إتمام هذا الاستحقاق، وأيضا من منع المواطنين السوريين في عواصم عالمية من الإدلاء بأصواتهم، وكأن هذه الدول التي تنادي بالديمقراطية وبحقوق الإنسان تنادي بها إنما لبعض الناس وليس للكل. فبالتالي وجودنا اليوم هو رسالتنا وردنا على كل هذه الأمور، ومع تمنياتنا بعودة الأمن والسلام للناس ولسوريا، وإن شاء الله يفرح كل السوريين بسوريا الجديدة. هذا يوم وطني بامتياز. هذا اليوم الإقبال أولاً اللي شايفينه من الشعب السوري على ممارسة هذا الحق الانتخابي الدستوري لانتخابات رئيس للجمهورية العربية السورية، اللي هو من ناحية واجب وهو حق وطني. وإقبال الشعب السوري اليوم على ممارسة هذا الحق الدستوري في الانتخاب هو له معاني، يحمل معاني كثيرة، يحمل معاني كثيرة. أولا أخال هذا الشعب السوري يقول اليوم أنه هو الذي يقرر مصيره ولا يتقبل إملاءات من الخارج. الشعب السوري هو الذي يقول كلمته اليوم ماذا يريد، وهذا مهم جدا. هناك معاني أيضا كثيرة في هذا اليوم. ثقة الشعب السوري
بسيادة الدكتور الرئيس بشار الأسد والاتفاق حول سيادة الرئيس، أيضا هذا دليل أنها هذا الشعب يطلب ينشد سوريا الأمان، سوريا الاستقرار، سوريا الهناء، سوريا الكرامة، سوريا التي تقول لا للأرهاب، لا للتكفير، لا لرفض الآخر، سوريا العيش المشترك كما عهدناها دولة. ومن جملة ما يعني هذا اليوم أيضا هذا الإقبال الذي نراه في كل المحافظات على كل الأراضي السورية وكل أبناء السوريين حتى خارج الوطن الذين شاركوا في ممارسة هذا الحق الدستوري، يدل أيضا على صمود سوريا. نعم، حاولت سوريا رئيسا وشعبا وجيشا. نعم، حاولت أمريكا وأوروبا تأجيل الانتخابات أو تعطيلها عدة مرات، فما هي الرسالة التي توجهونها اليوم؟ هذا ما ذكرت، أنه اليوم هذا الإقبال الواضح على ممارسة هذا الحق الدستوري في الانتخاب من قبل كل أطياف الشعب السوري، وهذه الرسالة أن للجميع، لكل الدول، لكل الناس، لكل العالم، أننا نحن في هذه البلاد شعب طيب، شعب صامد، شعب متكاتف، وبالتالي هو يقول كلمته لكل من هم في الخارج. مشان هيك من هم في الخارج قد يكون عندهم برامجهم، ولكن نحن نقول أن برنامج الشعب السوري هو الذي سيتحقق وليس أي برنامج آخر، وهذا أكبر دليل اليوم ما يحصل كما ذكرت. وبشكل خاص التعبير عن هذه الثقة الكبيرة بسيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد هو أيضا هذه الرسالة الواضحة، أن هذا الشعب ينشد مع رئيسه وحكومته، ينشد سوريا جميعا تقول اليوم كلمة الحق. أنا من حلب وراح شارك الانتخابات الرئاسية القادمة لكي نبني سوريا من جديد، سوريا مثل ما كانت، أنا وكل رفقاتي.